سلام البنات، مرحبا بكم في لاشان تاعنا يوكي دي زيد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. نبدو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اليوم راح نشارككم يوم اخر في الاقامه وفي الجامعه وفي الستاج تاعي. كما راكم تشوفوا هنا خرجت نقضي شويه حوايج، راح نطيب العشاء وراح نديه معايا ان شاء الله غدوه للستاج. يعني في بلاصه ما نطيب العشاء وزيد من بعد نزيد نطيب الغداء تاع الستاج، قلت نطيب حاجه مليحه في العشاء ونداها معايا غدوة. راح ندير وصفة سهلة خلا، يعني اي وحدة تقدر تديرها في الاقامة. راح ندير مقارونة بالصلصة البيضاء، يعني تجيك بنينة خلا وزيت سهلة وما هيش مكلفة اصلا. هنا قصيت البصل، قليت معه الفلفل، نديرلو لي زيبيس الملح ونخليه يطيب على نار هادية باه ما يتحرق ليش. سيرتو اذا عندك ريزيستونس تاعك سخون ياسر لازم ديما تنقصي باه ما تحرق ليكش الماكلة تاعك. من بعد نروحو للصلصة. راح ندير هكا البيشاميل كيما مالفين، ندير لها الزبدة، الفارينة، الحليب، نحركها، ندير لها الفلفل الكحل. من بعد خلاه كي تطيب لي ندير لها الفرماج كيما مالفة نديرها. هنا نط الصباح، شوفوا الجو كيفاه داير، راهو ضباب ياسر خلا، غير مع التليفون ما بانش كشغل التليفون بين الدنيا اكثر. هنا نط روطار، يعني ما لقيتش الوقت حتى باه نفطر. سجيت الغداء تاعي هذه في اللانش بوكس ورحت لبست قشي وديماريت باه نروح استاج. اللبسه تاعي اللي تاع اليوم لبست هذه اللبسه اللي ديجا حطيت لكم في اللوك بوك تاع الشتاء، هذا لافيس مع الجلباب والبوتس وهذا الصباط. من حسن الحظ لقيت البوتس مكتوب فيه نهال على اسمي. هنا رحت الصباح، رحنا نجرو باه ما يروحش علينا الحال. دينا تاكسي كي العاده، يعني هنا كي ديروا الروتار ديما ندو تاكسي باه ما توخروش خلا على استاج. بغيت نرجعكم لايامات الزمان ونشارككم شوي الجو داخل القسم. وكي العادة هنا مازلنا في فترة الملاحظة، يعني راني مازلت نكتب برك في الدروس ومازلت مبديتش أصلا نقدم. بعد ما كملت الدرس هبطت لقعت الأساتذة الراحة تاعي باه نتغدى. بعد خرجت لاكور قعدت هكا شوية في الشمس ورجعت للدرس ومن بعد روحت. هنا روحت بدلت قشي، حبيت ندير هكا حليب باسكو كنت جيعانة خلا، باه من بعد نروبوزي شوية ونبدا نطيب العشاء. يعني في الإقامة والله اون ديري عندك دار، عندك مسؤوليات ياسر خلا، لازم تديريهم. العشاء تاعنا البنات ساهل خلا وقادرين نديرو في الإقامة وبنين يهب. كما راكم تشوفوا انا 4 كعبات بطاطا صغار قصيتهم بالطريقه هذه، طيبتهم في الماء، من بعد كي طيبوا تشيحيهم مليح وتلبزيهم بالطريقه هذه. يعني كيما مالفين ديروا البطاطا البوراك ولا البطاطا تاع السفيريه، هي هذه تشبه السفيريه بصح اسمها صبابع البطاطا، تجيك بنينه بنينه تهبل. بعد ما تكملي تهرسها مليح راح ديري لها الفلفل الكحل وديري لها الملح برك
وتزيدي تكملي تعفسها. بعد ديري زوز المغارف النشا وتزيدي تحركها كامل حتى تولي لك عجينة. بالنسبة للفرماج كاين هذايا الفرماج يتباع بالميزان تاع الكاريات، تقصيه بالطريقة هذه. بعد تجيب البطاطا تاعك هذيك العجينة وتحطي فيها هذاك الفرماج وديرها هكا على شكل صوابع. بعد تجيبي عظمة تكسرها تخلطها الشابلير، ترحي الخبز للبي تاعك والفارينة، ومن بعد تهزي هذيك الصباع تاع البطاطا ديريه في النشا، من بعد ديريه في الشابلير، من بعد تقليه. خبز البيت في الإقامة يعني هذاك اللي يبس من مستحسن أنك ما تطيشيهش، يعني كيما هك ترحيه وتخبيه ديري شابلور، بس كنت تحتاجيه ياسر خلاص رتو في الماكلة هذو ما السامبل، وإحنا في الإقامة لازم ديما نحتاجو حاجة سامبل وحاجة مهيش مكلفة باه نقدرو ناكلوها نورمال. وهكا كان العشاء تاعي لبنات سهل خلا، درت معاها هكا كسوب برك تاع دويدة وحطيتهم بالشكل هذا، وجت بنينة بنينة تهبل، وكما راكم تشوفوا فيها سهلة وديرها في وقت قصير خلا. بعد ما كملت طيب تسيقت هذيك لاشامبر ودرت لها العنبر باه تروح على ريحة الطياب، بس كي ريحة الطياب في لاشامبر كي ترقدي ما تتحملش خلاه. بعد كي كملت هكا قعدت شوية ودرت هنا دارت لي صاحبتي تيزانة ودارت لي نعناع وشربتهم ورقدت. هكا حبيباتي كان الفيديو تاعنا، شاي يكون عجبكم، شاي تكون استفدتوا من الوصفة تاع اليوم. نقول لكم نحبكم ياسر ياسر خلاه، واستنوني في الفيديوهات المرة الجاية. سلام.